السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ عارف انه هذا المقطع الثالث لليوم، بس في اشياء كثير ولازم اسوي مقاطع عنها. فاليوم راح يكون تحديات المتعة في فورتنايت، في تحديات جديدة، هاي الجوائز قدامكم. التحديات راح تكون مبات كريتيف، كل تحديين منهم الماب. كيف تعرف شو الماب؟ بكتبوا لك اسمه النجاة من الزومبي او باور، او بتكبس على التحدي بالماوس بيطلع لك فوق الكود. او في طريقة افضل، تروح عند مبات الكريتيف، في عندك قسم عاملينه فورتنايت اسمه المتعة في فورتنايت، شايفينه القسم كامل، في 6 مبات المطلوبة منه، هم 6 مبات لازم نلعبهم، كل ما بنسوي فيه تحديين. طيب قبل بداية المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، لا تنسى كود الشوب YZYDD يكون دعم كبير إلي، ونبدأ مقطعنا. طبعا شباب الجوائز ليش مهمة؟ لأنه آخر جائزة راح تكون الرقصة، وهي رقصة خرافية جدا، إنه يدور في الماب. تحديات أساسا فوق عندك الإيموشن بحكي لك أكمل 3 بعطوك الإيموشن، اللون والبخاخ بحكي لك أكمل 6، آخر شيء عندك الرقصة وعندك رمز تعبيري شكل جوال بحكي لك أكمل 9، هم 12 تحدي كملات، لو تسوي 9 بتفتح كل الجوائز، فأنا راح أشرح عمر 12 كملات حتى أنت تسوي 9 اللي بناسبوك. طيب التحدي الأول والثاني، اجمع العملات في جزيرة الجريمة الغامضة باور، وفوز بجولات في جزيرة الجريمة الغامضة باور. طيب بتروح عند قائمة مبات المتعة، تختار ماب الجريمة الغامضة باور، بتفوت عليه. اول شيء تجمع 50 عملة، بس في شيء انا ما انتبهت له يا شباب، لما هذا الماب بيعطيك ادوار، يعني مرة بتكون انت قاتل، مرة بتكون انت بريء. انا كنت قاتل ومش منتبه، شيء مكتوب فوق انت القاتل، قم بتصفية جميع الابرياء. عشان اسوي التحدي الثاني اللي هو فوز بجولات، لازم اني اسوي التحدي، فانا سحبت عليه وموتت بالنهايه، يعني ما سويته. عموما انت مبدئيا حاول جمع 50 ذهب، لما تخلصهم بتخلص التحدي الاول. فاز الابرياء، في بريء قتلني اتوقع، فمفترض اني خسرت التحدي او الجوله ما فزت فيها. بتشوف التحديات، تفوت على التحديات، حسب لي 1 من 10، فنطلب منك تلعب 10 جولات، سواء فزت او خسرت حاول فوز. انت مثلا الجوله اللي بعديها بحكي لي انت بريء، تجنب القاتل. فهاي الجوله لازم اضلني عايش، اضلني زابن، ادور على اماكن حتى تنتهي، ولما تنتهيك انا فزت بالجولة الثانية والجولة الثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا كل مرة شكل حتى توصل 10 جولات وتخلص التحدي الثاني بهذا الماب. طيب التحدي الثالث والرابع راح يكون ماب النجاة من الزومبي. بتفوت على الماب موجود عند القسم اللي قدامكم، النجاة من الزومبي، بتختار الماب بتفوت عليه. التحدي الاول بحكي لك احصل على البلورات وبطلب منك 10، التحدي الثاني دمر الزومبي، تدمر 500 زومبي راح تاخذ معك وقت. تحدي الزومبي 500 نعتبره انتهى لانه مفهوم خلص. التحدي اللي فوق ركزوا معي فيه، احصل على البلورات مطلوب منك 10. كيف تجيب البلورات؟ انسوا هاي، بيكون في عندك سهم بحكي لك روح على المكان الفلاني مثلا، هذا مكان لللوت، يعني ما راح تنحسب فيه الاشياء اللي بدنا اياها، تمام؟ هذا مكان عشان نلوت اشياء مهمه. احنا بدنا يا شباب مو بس نلحق السهم، بدنا نلحق السهم لما يكون معطينا العلامه هاي، شايفينها على الارض، العلامه هاي على الارض انه في مارك، هذا المارك هو مكان الفايت. الفايت بتروح تشارك فيه، لما تخلص هو بيعطيك البلوره، اتوقع بلورات. يب انا ماشي مع السهم، هذا هو المكان اجيته، في مفتاح وبتفتح فيه المكان، معركة المدرسة، تحط انضم، هيك انت انضميت لمعركة بسيطة بينك وبين الزومبي، بنضم معك الناس اللي بالسيرفر او في الماب، بتحاولوا تخلصوها، بتاخذ معكم دقيقة دقيقتين، اقتلوا كل الزومبي اللي هون، لما تخلص بطلعكم برا الباب وبعطي كل واحد فيكم بلورة او بلورتين حسب الفايت. فشايفين كيف قربت تخلص طلعونا، وبعطيك لوت بعديها على طول. من الان انا ما كنت منتبه على التحدي، بفوت على التحديات، شايفين كيف حسبوا لي 1 من 10. فبعدين انا فهمت انه لازم الحق السيم واروح دائما عند علامه المارك، بيكون في فايتات مره في المدرسه، مره في المجاري، كل مره بمكان شكل. مثلا هون محدد لي عند البنك، رحت على البنك، شايفين كيف انا بروح ابدا الفايت، واللي معي بفوتوا، هسه معي بيجوا بيساعدوني، ونفس القصه بنقتل المجموعه اللي هون وبعطونا البلوره. كل مره تفوت فايت مع الزومبي المكان اللي بيعطوك اياه حتى تجمع 10 بلورات وبتخلص التحدي الثاني بهذا الماب. طيب التحديين اللي بعدهم راح يكونوا ماب آلة الحرب. طيب بتفوت على الماب، هذا هو عند قسم المتعة في فورتنايت، تختاره. التحدي الأول فيه اكسب نقاط لصالح فريقك، ومطلوب منك تكسب 300 نقطة. التحدي الثاني قم بتصفية خصوم في الجزيرة، ومطلوب منك قتل 25 شخص. طيب أوكي، هذا مكان لازم أستولي عليه عشان أجيب التحدي تاع إنه أكسب نقاط لصالح فريقي. فلازم اروح استولي على الالات، تعين الاليين المشين مكتوب عندها بالاصفر، هي بتكون A وB اي شيء، المهم اللي لونها برتقالي، شايفين الخط تحت قاعد استيلاء، لما تعبيها هيك انت بتجيب نقاط لفريقك، والناس اللي معك لما يسوي نفس حركتك بالات ثانيه كمان بيعطوك نقاط حتى توصل عدد معين من النقاط وتخلص التحدي. فالان راح نستولي عليها اشوف كم نقطه زادتنا، اتوقع من اول عندي نقاط هم زادوني، ومع النقاط 49 من 300، ف
فكم الآلة استولي عليها انت واصحابك وبتخلص التحدي. اللي بعده مطلوب منك قتل 25 شخص من الناس اللي ضدك. فالان كل مطلوب منك تجيب 25 كل وبتخلص التحدي. انا بس ذبحته من هون، كرشت اللعبه عندي من هون. التحديين اللي بعده يا شباب راح يكون ماب او جزيره فالهالا، راح يكونوا تحديين. بتفوت على الجزيره عند قسم المتعه في فورتنايت، تختار الجزيره، تفوت على الماب. التحدي الاول افتح صناديق في جزيره فالهالا، مطلوب منك تفتح 25 صندوق خليه على جنب. التحدي الثاني تجول في عوالم جزيره فالهالا، مطلوب منك 30,000 على طول. اركب خنزير وضلك داعس، التحدي بيخلص معك باقل من دقيقه، 30,000 بتخلص. نرجع التحدي تركنا، افتح الصناديق. البيوت بالمنطقه هون المفتوحه بيكون فيها صناديق، فانت بدك تضلك تفتح الصناديق هاي وضلك لف حوالين الجزيره حتى انك تفتح 25 صندوق. طبعا الصندوق اللي بتفتحه لا يعني انه انتهى، ممكن بعد دقيقتين ثلاث يرجع رسبا تقدر تفتحه مره ثانيه. طيب التحديين اللي بعدهم راح يكونوا بجزيره او ماب اسمه اسلحه السجن الخرافيه. طيب هذا هو الماب عند قسم المتعه في فورتنايت، بتفوت عليه. التحدي بيحكي لك قم بتصفيه 3 خصوم دون ان تتم تصفيتك، يعني بدك تذبح 3 ورا بعض دون ما تموت. لو متت بترسبا، بس حاول اذبح 3 ورا بعض ما تكون ميت بينهم، فلما تذبح 3 بتخلص التحدي. طيب التحدي اللي بعده بنفس الماب، قم بتصفيه خصوم في جزيره لعبه اسلحه السجن، مطلوب منك قتل 15 شخص بنفس الماب مو على التوالي، عادي اذبح واحد وموت عادي كمل، المهم اذبح 15 واحد بتخلص التحدي. والان اخر تحديين باخر ماب، ماب اسمه مستوى 75 للدراجات النارية. هذا هو الماب، تختاره من عند قسم المتعة في فورتنايت. التحدي الاول بحكي لك كمل السباق، طبعا في عندك فوق اكمل كل المستويات، انت 3 مثلا من 75، لما يصير عندك 75 من 75 هيك انت خلصت التحدي، بتكون وصلت لخط النهاية. لانه في ناس حتسأل الماب طول ما يخلص، لا انت كل ما تمشي قاعد الرقم عندك يزيد، فلما يصير بالسبعينات اعرف انه انت قربت خط النهاية. الماب فيه متعة، جربته بالكامل، في حركات حلوة، كله بالدراجة، فانت ركز حتى انك ما تطيح، لانه كل ما تطيح بترجع على الشيك بونت اللي قبل. طيب التحدي الثاني يا شباب اللي هو بنفس الماب، بحكي لك صل الى نقاط الحفظ، اللي هي نقاط الشيك بونت، كل ما تروح على منطقة تنحفظ عندها، حتى لو تموت ترجع نفس المنطقة، فلما تتقدم في منطقة حفظ ثانية، لما تموت بعديها بترجع عندها عشان ما تعيد من اول، فبدك تصل 5 نقاط حفظ ورا بعض بتخلص التحدي. نقاط الحفظ بيكون مكتوب عندها نقطة حفظ، شايفين؟ نقطة حفظ، هاي هي نقاط الحفظ، أتوقع هاي الخامسة، 5 من 5 خلصت تحدي نقاط الحفظ، الآن مطلوب منك تكمل السباق لخط النهاية، حتى لو كان ترتيبك الأخير عادي، المهم تصل لخط النهاية. فلما تصل هيك انت بتكون عملت التحدي الاخير باخر ماب، وانا هيك بكون وريتكم 12 تحدي. المطلوب منك تعمل 9 عشان تفتح كل الجوائز بس. طب اتوقع اني خلصت 9 تحديات من 12، في 3 تحديات ما كملتهم، فما اجاني اشعار انه وصلوني الجوائز، بس عند الخزانه بيكون في عندك علامه تعجب، اذا ما اجاك اشعار هاي الرقصه شباب، تحقق من الخريطه اعطوني اياها. حلوه فكره الرقصه، انه مضيع مو مركز بالخريطه كل مره يقلبها. وباقي الجوائز عندك الايموشن تاع الجوال، انا فكرته حقيبه طلع ايموشن، وعندك البخاخ، وعندك الايموشن الثاني. هاي هم الجوائز لتحديات المتعه في فورتنايت، فاتمنى اكون قدرت افيدكم. اذا حاب تدعمني وتقدر صوتي اللي راح بهذول المقاطع الثلاثة اللي عملتهم اليوم، لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، لا تنسى كود الشوب YZYDD. مع السلامه.